اخبار ايه اهم الحاجات اللافته للنظر خلال الاسبوع من اخر لقاء لينا مع حضرتك لحد النهارده، وخلال طبعا متابعتنا كلنا واهتمام العالم كله مش بس مصر بانتشار فيروس كورونا ومواجهه الازمه دي؟ حضرتك شايف ايه اللي حصل خلال الاسبوع ده واهم الملاحظات؟ يعني بعيد عن الرياضه، يمكن اهم ملاحظاتي هي رساله الاطمئنان اللي قدمها سياده الرئيس امبارح في المؤتمر، والكلام اللي قاله للشعب والمصارحة والمكاشفة ووضع الحقيقة والصورة كاملة للناس، عشان يعني دائرة الشائعات اللي هي بتحصرنا وكل يوم بنصحى على كلام جديد. الرئيس يمكن وضع نقاط كثيرة على الحروف، وضع استعدادات الدولة لكافة السيناريوهات. إن شاء الله يا رب ما نوصلش للأمور دي، وإن شاء الله تعدي الأيام دي يعني على خير بإذن الله تعالى. برضو النصايح للشعب والالتزام والمحافظة، يعني كل واحد يحافظ على أسرته بقدر المستطاع، وأيضا يحافظ على يعني جاره وكل ما تربطه به علاقة. ده هو ده الهدف الرئيسي، وإن شاء الله يعني المرحلة تعدي بإذن الله تعالى. ده بالنسبة للحدث اللي من وجهة نظري هو الأبرز، وخطاب السيد الرئيس في مجمل الكلام اللي اتكلم فيه امبارح وتناوله، وناس كتيرة يمكن حصلها نوع من الارتياح، لأنه كلام كتير بيتقال في الدائرة دي، وتعرف في المراحل اللي زي دي بتنمو دايما الشائعات الخبيثة اللي بتدل اللي بتزود التوتر عند الناس، لا تزود التوتر والحالة النفسية زي ما انت شايف الوضع العام. لكن هو اختبار، واختبار قاسي وصعب، وكل انسان واعي يستطيع انه هو يتعلم اذا اراد ان يتعلم، واذا اراد ان يعد درس جيدا، انه المسألة اكبر من كل الموجودين على الكرة الأرضية. المسألة في يد المولى عز وجل، وإنه ربنا بيبعت رسائل، والرسائل دي كل واحد يتقبلها ويستقبلها بالصورة اللي هو عايزها. بتميل للتفاؤل يا أستاذ محمود، وخلينا نقول الأكبر وأقوى وأهم من التفاؤل هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. هل حضرتك مع الآراء اللي عندها يقين بالله إن إحنا إن شاء الله هنتجاوز قريبا جدا الأزمة دي، وإنها هتعدي وهنقدر نتغلب عليها بإذن الله؟ الحمد لله إحنا عندنا رب الحمد لله إحنا عندنا رب نقول له يا رب. دي جزء في غايه الخطوره، الناس مش واخده بالها. الثقه بالله دي هي كل حاجه، هي كل الحياه. يعني هتثق في مين اذا لم تثق بالله؟ لا يعني الثقه بالله هي شيء، هي يعني عاوز اقول لك هي قلب الايمان من وجهه نظري، هي كل حاجه. انت في الكون ده لا يجري في هذا الكون الا بمراد الله. يعني فالناس لازم يبقى عندها ان الرساله واضحه وصريحه، مش محتاجه لف ودوران، مش محتاجين نضحك على بعض. الباب واحد، وانه كل ده بيبان فيه، يعني الاختبار بيظهر فيه المعادن وقدرات الناس على تحمل المسؤوليه وقدراتها على التجاوز، وان الانسان بيفكر في نفسه ولا بيفكر في اسرته ولا بيفكر في المجموعه الاكبر ولا بيفكر في زمايله. يعني ايه؟ يعني الدايره في ناس بتنزوي ويبقى شغلها، ويبقى في عندها نوع من الانانيه والفرديه وحرص على، يعني المجتمع في الفتره الاخيره ظهرت عليه الانانيه، توحشت بصوره كبيره، ضغط الماده بصوره صعبه جدا. فكان في رساله، الرسالة دي أسكتت كل شيء. فنتمنى أنه يعني عاوز أقول إيه، هتمر الكوبة بإذن الله، لكن أتمنى أنك تخرج أو كل إنسان يخرج منها بدروس هو شايفها تكون إيجابية من السلبية، مش ينقلب على الضد. ونعود كما كنا ماشي. في ناس هتعود كما مش هيتغير من النسبة لها، لكن في ناس أعتقد أنه اللي حصل في الأيام دي أكيد هيبقى في رسالة كتير جدا نستقبلها ويحسن استقبالها إن شاء الله. طيب هنتقل يعني بعد ثواني مع حضرتك ومع مشاهدينا لكرة القدم وأخبار النادي الأهلي وأخبار الكرة والرياضة عالميا حتى مع توقف النشاط، لكن كل ما يحيط بمتابعة العالم للحدث وللأزمة الخاصة بانتشار فيروس كورونا ومواجهته. على المستوى الشخصي المواطن محمود صبري، إيه أصعب حاجة عليك، على حضرتك شخصيا وعلى الدائره القريبه منك، الاسره والاصدقاء والمحبين، واجمل حاجه او لو في وجه ايجابي؟ يعني رب ضاره نافعه، دايما بيقول لكل ازمه وجه ايجابي الناس بتبقى شايفاه، وحاجه تعلموها من الازمه دي. ايه الكويس وايه الوحش في الموضوع ده؟ اصعب حاجه انك انت مش عارف تقعد مع يعني الناس اللي انت يعني مرتبط بيهم، مع اسرتك الكبيره، يعني مع اصدقائك، مش عارف، يعني ما فيش لقاء حتى عبر التليفون. عاوز اقول لك ان يعني بعد الاحيان النفسيه بتصل لمرحله انك انت مش قادر تتكلم، مش لاقي حد تتكلم فيها. الناس دلوقتي بتعمل جروب يعني فيديو، انت جالك حاله من الزهق من كلام في فيروس كورونا والكلام والنصايح والرسائل والكلام. فبعدك عن الناس دي مشكله. اختفاء تام لكثير من يعني الاصدقاء ده شيء يقلق، وده شيء يخلي يوضح لك حجم دي المشكله الاعم. يعني ايه؟ حاله الترقب والحذر والخوف
يعني عاوز ايه الكلام اللي بيتردد كتير جدا ده بيتوقف على انك انت بتقابله ازاي، وده ده شيء مهم. الايجابي من وجهه نظري انك قعدت مع اولادك، دي يعني ايه قربت من اولادك اكتر، شفتهم، شفت المشاكل كنت ما كنتش بتشوفها، قعدتهم جنبك، سمعت لده وحكيت مع ده، وده قال لك حاجه وده قال لك قصه وده قال لك مشكله، حسيت نفسك انك انت كنت غلطان مع نفسك انك انت الشغل او الظروف منعتك انك انت تتواجد. دي اميز حاجه، انه ازاي رجعت روح الاسره رغم انها رجعت في ظروف يعني مش عاوز اقول الكل مجبر على الوضع ده، لكن برضو ليها 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 حاجه ايجابيه كبيره جدا انك انت قربت اكتر، انك انت لازم دول بالنسبه لك يبقوا رقم واحد واثنين وثلاثه، حتى في رغم كل يعني الظروف العمل والشغل ولقمه العيش والكلام اللي احنا عارفينه، لكن الاسره دي اهم شيء في بالنسبه للانسان. وعاوز اقول لك اذا حدث خلل في الاسره انت كبني ادم ستكون يعني عاوز اقول لك هي مطيع للامراض،